راح نحاول هسه نسوي مثال على اللي تعلمناه. راح نسوي مثال للحاسبة، شيء بسيط يشبه انه يحسب الحسابات، موجودة ب تكست بوكس دات 2 و فت كومبو بوكس. على من نختار العملية بتن، على من نطلع الريزلت من نضغطه على المثل اللي يساوي يطلع لك الريزلت. راح نحط الرقم الأول هنا والرقم الثاني هنا، نختار الأوبريشن منها سواء بلس ماينس ديفيشن أو مالتبلاي، وندوس الريزلت حيطلع لنا المفروض النتيجة بهذا التكست بوكس. هنحاول نسوي على الفيجوال ستوديو نشوف شلون تشتغل. احنا نريد نسوي آلة حاسبة بسيطة هي، بس خلينا شفناها احنا متكونة من سطرين. طبعا انت تقدر تبدي بهذا الديزاين كله عن طريق الجريد، عن طريق اي كنترول اخر، البانل اخر تسوي عليه الديزاين، لان الديزاين مو كلش معقد وبسيط. بس انا حختار هالمثال، اختار الجريد واختار الستاك بانل على مود ننوع بين. فراح ابدي اول شيء اقول عندي تو روز، الرو الاول ب4 باتن والرو الثانيه فقط بريزلت. فهذه الرو اريد واحد رو الاخر يصير، راح اسويها بداخل اول شيء كلها تكون داخل ستاك بانل. فراح ابدل هذا اسوي ستاك بانل، فصار عندي ستاك بانل. اول شيء الاربع التكست بوكس والاربع كنترولز اللي بيها التكست بوكس والكومبو بوكس والتكست بوكس الثاني والبتن، هذه اريد اسويها داخل جريد. اوكي، لانه حتكون هي جزء واحد بالستاك، فهذا الجزء الرو الاولى قسمه الى اربع اجزاء، فحبديها بجريد. فاذا حكتب جريد، اوكي سويت جريد. لاحظ هسه انا عندي جريد، بس الجريد متى اشوفه؟ لانه عبارة عن خط. حتى لو قربت لكم دقيقة، راح اشرح اقرب هذه، انت تشوف هنا بالقوة يبين الجريد. فراح شو اسوي؟ راح احاول اطيل الجريد هايت. اوكي، اعطيها هايت معين فقط على مود حاليا اسوي شنو؟ اسوي الهايت مثلا 40 على مود نشوفه قدامنا هذا الهايت، بس على المثال ولو احنا نقدر نتعامل بها بدون ما نسوي الهايت، بس على مود يكون واضح للمثال عن ايش تريد نسوي. وهسه سويت الهايت، واريد اقسمه الى اربع اجزاء، اقسم هنا جزء وهنا جزء وهنا جزء. اوكي، لاحظ سوالي كولوم ديفينيشن، اقدر انا اكتبها طبعا جريد دوت كولوم ديفينيشن، بس انا للسرعه بس هليج. اوكي، اذا جريد دوت كولوم ديفينيشن سويناها، والويث مالته هذه هو الثاني راح اسوي اني كلها متساوي. اول شيء هتكون متساوي، تريد غير نسبة مثلا، اريد هذه اول واحدة تكون كلش كبيرة، الثاني واحدة تبقى واحد، خلينا نكتبها واحد، الثالثة أيضا، والبتن اثنين. أوكي، هذا التنسيق اللي عندنا، في أثناء التنسيق حسب الموجود عندنا. هسه هذا الجريد عندي موجودة به الأشياء، راح أضيف الكنترول عليها. أضيف أول كنترول هو التكست بوكس. أوكي، سوي التكست بوكس، لاحظ هو وين ضاف ليها؟ بالجريد دوت كولوم زيرو. اوكي، واللي هو انا حقيقة اريده. اوكي، خلصنا من هذا، نحتاج الى ثاني واحد، نجي اريد كومبو بوكس، كومبو بوكس اريد اضيفه بالجريد دوت كولوم جريد واحد. اوكي، حطيت الكومبو بوكس بالكولوم واحد، اجي نفس الحالة اكمل اضيف تكست بوكس ثانية، بس ما اضيفه هنا، اضيفه بالجريد دوت كولوم اثنين. اوكي، لاحظ ضاف لي قبل كولوم اثنين. اوكي، واخر شيء اضيف بتن، اضيف بتن، بس وين اضيفه؟ باخر كولوم دوت كولوم ثلاثة. اوكي، فصارت بالشكل التالي. اوكي، هسه هذه سوينا السطر الاول سويته، خلي واخذ الهايت على مود يصير اوتو هايت اوتو سايز. اوكي، هذا الهايت بعد ما احتاج لين صار عندي كنترولز. اوكي، نجي هسه
ورا الجريد هذا اللي يسوي بي اربع اشياء هنا جواها التكست بوكس. هذا الجريد خلينا نسوي سبلت غير نوعيه من السبلت. هذا السبلت اوكي واخر البروبرتي حاليا اوكي. لاحظ عندي اربع اشياء شنو هسه بعد ما سويت هذا الرول اول. هذا الجريد كله هو الرول اول من هذا هنا. اريد اضيف جواها شنو التكست بوكس. تكست بوكس صار جواها تكست بوكس. اذا هسه الديزاين تقريبا شكله بشكل او نوع ما صار واضح. يبقى اسوي الترتيبات عليه. راح نسوي اول ترتيب نعطي العناصر نيمز. احنا قلنا دائما نحتاج نيمز بالعناصر لان احنا حنكتب برنامج، فالبرنامج هيحتاج انه يعرف التكست بوكس الاول والتكست بوكس الثاني، يحتاج يعرف الكومبو بوكس، يحتاج يعرف البتن، يحتاج يعرف التكست بوكس الريزلت. راح اعطيهم اسامي. راح اجي على اول واحد اللي هو هذا اول تكست بوكس اسميه نيم اوكي. راح نسميه تي اكس تي نمبر 1 اوكي. نجي على الكومبو بوكس نسميه نيم. الخاصية النيم تعطي الاسم للاوبجكت زين. نيم نعطيها سي ام بي اوبريشن اوكي. سوينا سي ام بي اوبريشن. التكست الثاني هذا اللي هو هذا نعطيه نيم اوكي. نعطيه نيم اللي هو حيكون تي اكس تي نمبر 2 اوكي. بالليسين حاليا اعطيناهم هذا. البتن نحتاج نعطي اسم ايضا. نوقف على البتن هنا هذه نيم نسميه بي تي ان سوري بي تي ان كالكوليت اوكي. بي تي ان كالكوليت. واخر تكست بوكس هذا لحد الان ما بي اي خصائص نضيف له خاصية الأولى اللي هي النيم ونسميه txt result اوكي. سويناهن إذن هذولي كلهن ورتبناهن زين. حاليا صار عندي هسه الأسامي. بقى هسه الديكوريشن نسوي عليها نرتبها شوية نعدلها شوية نسوي الفونتات وغيرها ونسويها بشكل التالي. نجي للتكست بوكس الأولى. شريط بالتكست بوكس الأولى خلي أشوف هنا أوقف ورا النيم حطي أول شيء الفونت سايز. فونت سايز أوكي. حطي فونت سايز مثلا 24 أوكي. أجي فونت ويت أسويه بولد. بعد شو أسوي؟ هذا كافي اتصور فونت ايفون بولت. اريد اسوي اطار شويه يختلف عن البقيه فحسوي له مارجن همينه في مره واحده قبلها. اسوي قبل الفونت احلى مارجن بين كل الاطراف حاول خمسه. لاحظ من كل الاطراف اخذت خمسه. كتبتها هسه هذا كله. اجي اسوي ناخذه نفسه هذول اللي كتبته. ليش اعيد المارجن ثلاثه كل مرة عيدا كوبي وحط صوية الكومبو بوكس اوكي. الكومبو بوكس هذا ولا خلينا نحطه احلى اوكي. هذا الكومبو بوكس. اروح التكست بوكس الثاني ايضا احطه هنا. خلينا نحطه ولا الكولوم اوكي. نحط ايضا للبتن ونحط اكيد للتكست بوكس الثانية الاخيرة سوري. زين صار هنا فراغ لازم نعطي فراغ على ودي اتذكر اوكي. حاليا كملنا. لاحظ الديزاين صار واضح وكل شيء جاهز. حاليا الديزاين كلش حلو مرتب. يبقى لنا شنو؟ ما حطينا عناصر بالكومبو بوكس. نجي وين الكومبو بوكس؟ خلينا نشوف الكومبو بوكس.
من وين الكومبو بوكس؟ هذا الكومبو بوكس. اوكي، افتح الكومبو بوكس هنا، اجي اكتب سوري دوت ايتمز، صح ولا لا؟ اتس كومبو بوكس ايتم، حطيت ايتم الاولى اللي هي شنو؟ هتكون بلس، مضبوط. الثانية ماينس، الثالثة ملتبلاي، والأخيرة ديفايد. خلاص حطيناها، لحظة، أربعة صفر، سويناها، يبقى لنا نسوي الكود. فنرجع نروح على الكود، الكود حيكون نسينا هنا نحط اسم التكست مالتها او الكونتنت، فنروح على الكونتنت للبتن، هذا البتن ما احط له كونتنت هنا، زين نسميه كالكوليت. اوكي سوينا كالكوليت، زين هسه نروح على الكود، نسوي دبل كليك هنا، راح تروح على البروبرتي، سوي بكيفك. زين هي الكليك ايفنت كليك، هنسوي نضيف العمليات. اول شيء احنا عندنا قلنا تو تكست بوكس، لازم نحولهم الى فد نمبرز، اكيد حنسوي لهم بما انه كالكوليتر نسويهم دبل. فاذا راح اعرض متغيرين دبل اللي هو نم 1 نمبر 1 فارزه نمبر 2. اوكي سويته. اجي هسه نسوي عمليه التحويل، فنقول نمبر 1 ونعطي فراغ على المربع، او بعد شويه حنسوي الفراغ. نمبر 1 تساوي لي التكست بوكس، لازم احولها الى تكست، فبارز تستخدم كونفرت دبل كيفك، زين هذه اب تو يو. ولا تنسى ممكن يطلع لنا ايرور، فلازم هذا كله نحطه داخل تراي ان ايرور. فاول شيء خلينا نسويها الى دبل عن طريق البارس. اوكي اذا سوينا بارس دبل بارس تكست بوكس نمبر 1 وتكست بوكس نمبر 2. اوكي هذه هسه سويناها، نجي شو نسوي؟ نحطه داخل تراي، لأن هذا ممكن يطلع ايرور اذا حطينا كلمات شفناها سابقا، فنحط داخل تراي، فنكتب تراي والاكسبشن، واذا صار اكسبشن صار عندنا فشي يعني حطينا حروف لازم يطلع لنا مسج يقول لنا رجاء نحطه فقط نستخدم الارقام. فاذا نحول هذا كلها ونحولها الى تراي، سوينا تراي حاولت يعني تحول هذول الى ارقام، اذا ما صارت صار اكسبشن. ولاحظ ورا الاكسبشن لازم نسوي له ريتيرن والا حيكمل اللي جواها، فاحنا ما نريد نروح على الاوبريشن وراها اللي عمليات تصير. اذا صار اكسبشن طلع المسج انبوت نمبرز اونلي وارجع الى البرنامج الرئيسي لا تسوي اي شيء، لانه احنا عندنا بعد اعازات ورا هذه التراي اند كاتش وما نريد ننفذها، فحطيت له ريتيرن على مود يرجع الى البرنامج الرئيسي. هسه ايش اريد اسوي؟ اسوي سويتش على المتغيرات اللي عندي، زين فاسوي اول شيء سويتش زين على من؟ على اللي اختارت الاوبريشن اللي اختارت. اذا ما اختار اوبريشن والاوبريشن هي شنو؟ اسوي العملية عليها. فاذا ادي سويتش الى سي ام بي اوبريشن. اوكي حسب هذا السويتش حسوي العمليات، بس لاحظ انه شنو السي ام بي اوبريشن هو الاوبجكت، فاحنا شنو نريد؟ تكست لا تنسى. اوكي نجي نسوي هذه، نضيف له الكيسز اللي نحتاج نسويها، فنضيف الكيسز اللي نريدها. الكيسز لاحظتنا الحالة الأولى كيس بلس، يعني هذا إذا السترينج اللي اختاريناه هنا كانت بلس تساوي السترينج هذا اللي هو البلس، فسوي العملية إنه text dot result
دوت تكست خاصيه التكست مالتها تساوي نمبر 1 بلس نمبر 2، لا تنسى تحولها الى سترينج ويطلع من السويتش. نفس الحاله للماينس نسويها نقص الرقمين نحولهم الى سترينج نحطهم بالتكست. الثالثه نفس الشيء. الحاله الاخيره لاحظ انه سويت بها اف كونديشن. ليش سويت اف كونديشن؟ انا اقدر اخليها بال اف كونديشن، حتطلع لي نوت نمبر من اقسم على صفر يطلع لي انفينيتي، لو نوت نمبر اذا صفر على صفر حيطلع لي نوت نمبر، اذا اقسم رقم على صفر حيطلع لي انفينيتي. بس انا ردت اسوي مسج اقول له انه نمبر 2 لازم يكون ما يكون صفر، او خلينا نسوي ديفايزر divisor should not be zero. اوكي فما نريده يطلع صفر، فراح اذا كان الديفايزر او اللي بنقسم عليه هو اللي هو النمبر 2 يساوي صفر، شو تسوي؟ تقول الديفايزر should not be zero، يعني اللي تقسم عليه ما يصير صفر. والا كان مو صفر فسوي العمليه اللي هي نمبر 1 على نمبر 2 حولها الى string رجعها للتكست مالت التكست ريزلت، والبريك هيطلع من العمليه. فهذه سويناها بشكل مرتب، اوكي؟ صارت مرتبة، صارت كاملة، هسه فقط بقى خلينا نسوي لها ران ونشوف شلون تطلع النتيجة. هاي سويت ران، لاحظ الفور مثل ما ردناها، نحط هنا صفر، هنا صفر، وقسمة على مود أول شيء رأسا نشوف الإيرور يطلع ولا لا أو المسج. Divisor should not be zero. Okay. إذا حتى لو حط واحد على صفر أيضا divisor، لأن divisor هو صفر. أي رقم آخر هيطلع بالضبط اللي نريده. Okay. هذا طلع، بس لاحظ هذا وين موجود؟ على الطرف. هذا أوكي على الطرف، هذا أوكي على الطرف، بس هذا نريده بالنص يعني يطلع. فش أسوي؟ أرجع للديزاين أعدل هذا الشيء، أوقف البرنامج أروح للديزاين واجي على الوين هنا اوقف بالنهاية اقول له text alignment اللي هو center، حيصير الرن بالسنتر. خلينا نسوي الرن مرة اخرى، انا هنا صفر واحد موقع عملية بلس كالكوليت النتيجة واحد فصارت بالسنتر. خلينا ناخذ 2 على 7 ونسوي قسمة على المشوية كسور بها طلعت السنتر. اوكي اذا سويناها، بقى شيء واحد نقسم على صفر، خلينا نشوف شلون يطلع. يطلع ايرور مسج. اوكي اللي يقول لك ما يصير ديفايزر يكون صفر اللي سويناه احنا، ما نريد هذا. اذا ما ردت هذا الشيء تقدر توخره حتى من الكود ويطلع لك نوت نمبر. خلينا نوخر هذا. اعتقد لهنا نوخر ثم هذا نوخر. اوكي نسوي له رن ونشوف شلون حيطلع نوت نمبر وانفينيتي. هسه هذا صفر على صفر المفروض يطلع نوت نمبر، وما اختارينا الديفايد سوري نوت نمبر، ده رقم على صفر انفينيتي. نكمل بقية المحاضرة.